السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل أسئلة الدرسين الخامس والسادس من كتاب المعاصر. هنحل أسئلة lessons 5 and 6 من كتاب المعاصر، ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال بيقول لي read and match A with B، اقرأ ووصل العمود A بالعمود B. Number one، دمياطة is famous for دمياط تشيز، يعني دمياط مشهورة بالجبنة الدمياطي. Number two، about one and a half million، يعني حوالي مليون ونص Egyptians live in دمياط الجفرنوريت، حوالي مليون ونص مصري أو من المصريين بيعيشوا في محافظة دمياط. Number three، the farmers grow tomatoes, potatoes and wheat، الفلاحون بيزرعوا طماطم وبطاطس وقمح. أنا كده مرقمة. Number four، the land الأرض in دمياط في دمياط is rich in غنية ب nutrients العناصر الغذائية. Number five، fishermen catch thousands of fish in the sea، يعني الصيادون يصطادوا آلاف من الأسماك من البحر. السؤال نمبر 2 بيقول لي read and complete the text with words from the books، اقرأ وأكمل النص من الكلمات من المربع. القطعة بتقول the land in دمياط governorate is rich in nutrients، the farmers can grow rice, tomatoes, wheat and grapes، fishermen catch thousands of fish in the sea، cows, goats and sheep live in دمياط governorate، دمياط تشيز is very famous. يبقى هنا بناء على فهم الدرس اللي احنا اخدناه بنعرف نكمل القطعة صح. بعد كده reorder the words to make correct sentences، اعد ترتيب الكلمات لتكوين جمل صحيحة. Number one، دمياط is famous for دمياط تشيز، يعني دمياط مشهورة بالجبنة الدمياطي. Number two، life is good in دمياط، الحياة تكون جيدة أو رائعة في دمياط. Number three، who lives in دمياط governorate، يعني مين اللي بيعيش في محافظة دمياط. بعد كده choose the correct answer from A, B or C، اختر الإجابة الصحيحة. The land in دمياط governorate is rich in nutrients، يعني الأرض في محافظة دمياط غنية بالعناصر الغذائية. Number two، fishermen catch thousands of fish in the sea، الصيادون بيصطادوا آلاف من السمك من البحر. Number three، the farmers can grow rice, tomatoes and potatoes، يعني الفلاحون يستطيعوا أن يزرعوا أرز وطماطم وبطاطس. Number four، دمياط تشيز is very famous، الجبنة الدمياطي تكون مشهورة جدا. Number five، about one and a half million، يعني حوالي مليون ونص Egyptians من المصريين live in دمياط governorate، بيعيش في محافظة دمياط. بعد كده read the text and answer the questions، اقرأ النص واجب عن الأسئلة. The land in دمياط governorate is rich in nutrients، الأرض في محافظة دمياط غنية بالعناصر الغذائية. Number two، the farmers can grow rice, tomatoes, potatoes, wheat, lemons, grapes and guavas، الفلاحون يستطيعوا
أن يزرعوا الأرز والطماطم والبطاطس والقمح والليمون والعنب والجوافة. بعد كده about 1.5 million حوالي 1.5 مليون people شخص live in دمياط بيعيشوا في دمياط. Fishermen الصيادون catch يصطادوا thousands of fish in the sea يصطادوا آلاف الأسماك من البحر. دمياط cheese is very famous الجبنة الدمياطي تكون مشهورة جدا. Life is good in دمياط الحياة رائعة في دمياط. بعد كده read and write true or false يعني اقرأ واكتب صح أو خطأ. Number one engineers catch fish in the sea يعني المهندسين بيصطادوا السمك من البحر. طبعا false خطأ احنا قلنا fishermen الصيادون. Number two farmers grow wheat and tomatoes in دمياط الفلاحون بيزرعوا قمح وطماطم في دمياط. ترو القمح والطماطم من الحاجات اللي الفلاحين بيزرعوها في دمياط. نمبر 3 لايف ان دمياط از فيري جود الحياه في دمياط جيده جدا. ترو. بعد كده انصر ذا فولوينج كويستشنز اجب عن الاسئله الاتيه. نمبر 4 هاو ماني بيبل ليف ان دمياط كم عدد الناس او الاشخاص اللي بتعيش في دمياط. About 1.5 million people live in دمياط حوالي 1.5 مليون شخص بيعيشوا في دمياط. Number 5 what is دمياط famous for يعني دمياط مشهورة بإيه. هنقول دمياط is famous for دمياط cheese يعني دمياط مشهورة بالجبنة الدمياطي. بكده يا حلوين أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب علشان يوصلكوا كل جديد. اسم القناة الإنجليزي وجماله. وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك اسم الصفحة تعلم بكل سهولة. ادخلوا على اليوتيوب اكتبوا في السيرش الإنجليزي وجماله هتظهر معاكم القناة. اضغطوا على كلمة اشتراك اللي باللون الأحمر وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. بالنسبة لصفحتي على الفيسبوك هتكتبوا في السيرش على الفيسبوك تعلم بكل سهولة هتظهر معاكم البيج على طول. هتعملوا متابعة علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بتنزل على البيج. طبعا أنا شغالة معاكم من كتاب بيت باي بيت وكتاب المعاصر وكتاب جيم. لو عايزين أي حاجة اكتبولي في كومنت عن طريق الفيديوهات اللي موجودة على البيج على الفيسبوك. أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.